خلونا نروح لتقرير مهم جدا، التقرير حول تفقد لواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأتوبيس المكشوف، واللي بيستقله مجموعة من الشبان في محافظتنا، محافظة القاهرة هنا يعني العاصمة، للترويج للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اللي أطلقتها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية. كل ده في إطار تمهيدات للمؤتمر الضخم، مؤتمر المناخ، واللي هيعقد إن شاء الله في نوفمبر اللي جاي فعندنا في شرم الشيخ. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. المفروض ان احنا جايين النهارده هنفتتح بعض الاماكن اللي لها علاقه بالمساحات الخضراء عشان كتظبيط وتحسين للاوضاع المناخيه جوه البلد، كاننا مصر يعني بتستقبل كوب 27 في شهر نوفمبر القادم، فلازم بنعمل عده افتتاحات عشان نحافظ على المناخ جوه البلد، وبنعمل التزريع والتشجير والكلام ده عشان نحافظ اكتر على الوضع جوه البلد. يعني جايين لحوار مع الوزير حول تنوع المناخ والمشروع القومي لاستصلاح الاراضي الزراعيه، ودلوقتي احنا المفروض ان احنا رايحين في استقبال محافظ القاهره. النهارده المؤتمر بدايه الكرنفال بتاع كوب 27، الكرنفال ده هيلف محافظات كتير قوي في مصر، بيعرف الناس على الاماكن الخضراء. احنا بنجهز لمؤتمر الكوب 27، مؤتمر المناخ. النهارده راكبين الكرفان دوت، الكرفان هيلف كذا محافظه في الاماكن الخضراء عشان نصور الاماكن الخضراء وندرسها كويس في المناخ في المؤتمر الكبير. بنستقبل وفود الشباب اللي يعني انتهت الجولات بيهم على مستوى الجمهوريه ل يعني الاهتمام والدعايه لمؤتمر المناخ اللي ان شاء الله هيعقد في نوفمبر في شرم الشيخ، ايضا بيتزامن مع اطلاق مبادره السيد رئيس الجمهوريه بالمشروعات الذكيه الخضراء على مستوى الجمهوريه، واللي شاركت فيها محافظه القاهره حتى الان باكثر من 400 مشروع باذن الله. طبعا ده استلزم يعني ان جميع الجهات على ارض محافظه القاهره، وليس محافظه القاهره فقط ولكن جميع الوزارات والجهات المعنيه، وايضا والاهم مشاركه الشباب والمجلس القومي للمراه في هذه المشروعات. قامت محافظه القاهره بعقد العديد من الفعاليات والندوات، ومنها هذه الندوه التي تعقد اليوم في مركز الشباب الجزيرة. وصلنا حتى الآن أكثر من 2000 مشروع من كل الجمهورية، من كل مصر، من 27 محافظة، وده طبعا مشروعات هامة جدا في مجالات الحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا. والمبادرة يعني تعتبر نقلة نوعية في تقديم المشروعات في مصر، نقلة نوعية تجاه الاقتصاد الأخضر واستخدام التكنولوجيا والحفاظ على البيئة والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة والطاقة المتجددة. وبالتالي فهي دعوة لكل من لديه مشروع في كل المحافظات أن يتقدم بمشروع في 6 فئات، مشروعات كبيرة، مشروعات صغيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات ستارت أبس هي الناشئة، أو مشروعات خاصة بالمرأة.